طيب ألوان مع الكابتن رحيم حميد. يا لون تختار كابتن؟ أنا أحب اللون الأخضر لأنه يعني من ملاعب كرة القدم، وبعدين دائما على الربيع وعلى الخضرة. ماذا جاء في اللون الأخضر؟ أفضل إنجاز كروي عراقي، كأس آسيا أم التأهل لكأس العالم؟ أعتقد آسيا، لأنه التأهل لكأس العالم يعني بوقتها ما كانت الفرق مثلا اللي نفس الوقت الحاضر، يعني بمجموعتنا ما كان إيران ولا كان كوريا ولا كان اليابان ولا كان مثلا هاي الفرق القوية. لذلك يعني كانت دول عربية، صح إنجاز كبير توصل كأس العالم، لكن فرحة آسيا لا تزال بقلوب العراقيين. أشعر بإجابتك بها انحياز. لا والله لأن أنا بالفريقين. وهي هنا المشكلة، أنت فضلت العامل التدريبي على اللاعب. لا لأنه رحنا الكأس العالم ورجعنا بخسارات، فما بيها ذيك الفرحة الكبيرة. بس هو تاريخ. تاريخ طبعا. لذلك أنا أقول لك تاريخ ويبقى. والدليل يعني من 86 لليوم إحنا نتغنى إنه عدنا إنجاز صعدنا للكأس. آسيا لأنه صارت بها فرحة، وصارت بها فرحة كبيرة مو بس للرياضيين وإنما لكل العراقيين، حتى عمت على الشارع السياسي بذاك الوقت. ومن الأشياء اللي نادرة مثلا اللي حصلت بالعراق بظل ظروف صعبة، ربما بال 86 كانت الظروف هواي أفضل من 2007.